ألوان البرادي مو عاجبتني أبداً، لازم تغيريها لألوان تانية. بنحكي فيها شو هي الألوان بعدين. والشبابيك، الشبابيك عندك لازم تضل مفتوحة. ليش؟ مشان مجرى الهواء والطاقة السلبية ما تضل محتبسة جوات البيت. هي مسكرة، كبية فوراً للكب. هي مدام للكب لأنه مسكرة. هدول كلياتهم بيضلوا مفتوحين مشان ما يضل أي جزء من الطاقة السلبية محتبس هون مدام. وهلأ السؤال اللي بيطرح نفسه هون، غرفة النوم الرئيسية وين؟ هون جوا. بدك تسمحي لي شوفها مشان أعرف أنا مصدر الإضاءة ومصدر التهوية. طيب تفضل. لا تفضلي أنتي. طيب هدول للكب. شو؟ للكب. تفضلي. واضح إنه في أرواح كانت ضامرة الشر لإلك بالحفلة اللي حضرتيها، وكنتي لابسة فيها يمكن فستان من مشتقات الأحمر أو أحمر، وكانت تردداته عليكي كتير سلبية. أحمر؟ إيه أحمر، هي كانت خطبة بنت خالتي. هي وحيدة أهلها. يا لعيونها شو عرفها؟ مظبوط. وظيفتك سببتلك وجع راس. إيه والله، هذا المدير على عيونه حاططني براسه، بده ينقلي على المستودعات. أمورك منيحة، أنت بدك شوية تمارين روحية رح تصير أمورك تمام التمام، وطاقتك رح تتحول لطاقة إيجابية. كيف دكتورة كيف؟ بسيطة. نزير. يا لطيف يا فاتن، هي الدكتورة إيمان شغلة ما بتتصدق، ما بتتصدق بنوم. وكيف مو سمعاني عنا من قبل؟ حبيبتي لأنه بتضلها مشغولة، مسافرة من بلد لبلد، بتدرس بشي 250 جامعة بالعالم، لك أغلب وقتها بالطيارة. ليكي فيك تاخدي لي منها موعد وروح شوفها؟ هلأ هي وعدتني تبعت لي نزير مشان يرفع لي نسبة الطاقة الإيجابية بالبيت، وأي غرفة ممكن تزبط غرفة نوم، وأي غرفة بتزبط أوضة قعدة، والفرش كيف فينا نوزعه بالبيت. فوقت يجي بحاول أخذ لك منه موعد. بالله شو؟ نسيتي إنه هي مستأجرة بيتي؟ لا حبيبتي ما نسيت، بس هي المخلوقة بتضلها مشغولة، عندها خلوة. خلوة؟ مع مين؟ لك شو مع مين؟ مع الأرواح، شي فوق شي تحت. بسم الله الرحمن الرحيم. هلأ بس بدي أفهم، شو بتخسر إذا بتخلي هالدكتورة إيمان تيجي ترفع عنا هالطاقة الإيجابية بهالبيت؟ شغلة ما بعرفها، ما بحب تصير ببيتي يا سارة. هلأ هيك؟ الله يسامحك يا أبي، كل ما بدي أطلب منك طلب لك تعمل فيني هيك؟ شي مرة واحدة بس بحياتك سايرني بدون ما تعله لقلبي لحتى تقتنع. سلام قولا من رب رحيم. شو الحكاية معك؟ بابا الله يخليك، يعني نحن مو خسرانين شي، هي رح تحكي، نحن يلي منقتنع فيه منساوي، ويلي ما منقتنع فيه ما لنا مضطرين. انت بس لو تسمع شو كانت عم تحكي عنك وعني، صدقني صدقني لحتى تروح بذات نفسك وتعزمها تجي لعنا على البيت. شو عرفها فيني؟ منين جايبين المعلومات عني؟ شفت؟ قلتلك هذا هو مفهوم الطاقة، شي من فوق شي من تحت. مدام هدول الغراض اللي اعطيتك اياهم هن غراض مغلقه، لازم توديهم تكبيهم فورا، لانه هي الغراض المغلقه هي بتحتبس جواتها طاقه سلبيه ونحن مو مصلحتنا هالشيء. عندك الكنبايات بالغرفه والاساس كلياته قلب على افلام كرتون ساسوكي وطمطوم وصاحب الظل الطويل، لازم تبدليهم فورا وتشيليهم لانه هدول مصدر طاقه سلبيه، لانه انتم كبار. هون غرفه النوم ما هيك؟ هون غرفه الولد، بتبدلوا بيناتهم وانتم بتناموا على التخت الصغير وتخلوا الولد ينام على التخت الكبير مشان يصير تبادل بين الطاقه الايجابيه والسلبيه، انتم مصدر طاقه سلبيه ومصدر طاقه ايجابيه، وبالتالي بيصير تبادل بيناتهم وبتدخل الطاقه الايجابيه على الغرفتين. بتعملي كل شيء وبتبدلي كل شيء مدام وبتخبريني عن إذنك، يعطيك العافية. على عيونه ما خلاني أحكي معه شيء، وأنا شو لازم أعمل؟ أنت كمان دائماً قلبي خلقتك فيه،
المفروض أول ما يدخل على البيت تمتصي الطاقة السلبية كل اللي عنده وتحاولي تعطي طاقة إيجابية، مو تقلبي خلقتك، المفروض تفردية لخلقتك، لأنه لما بده يشوف هيك خلقة بده يطلع لبرا الطبيعي. وإذا احتجتي مساعدة بهذا الموضوع الحل عند نزير، قاري كتب بإعادة شعر راسه يحل لك أزمتك. معشي دكتورة، شكراً لإلك. بشكل مبدئي البيت عندك شوي قالب على تراث، تراث يعني هيك بذكرك شوي بالمسلسلات التاريخية، يعني هذا الشيء القديم كلياته هو مصدر للطاقة السلبية، نحن بدنا نحاول نجدد شوي بالعفش مشان تتولد عنا الطاقة الإيجابية. جميل. عندك جوا بالصالون انت معلق شوية صور لفنانين قديمين، وطالما انت معلق صور لفنانين قديمين اكيد عندك كاسيتات قديمة، اكيد عندك اسطوانة، هذا الشيء هو كلياته مصدر للطاقة السلبية، نحن لازم نجدد مشان نعمل مزيج بين الطاقة الإيجابية والطاقة السلبية وبالتالي بتتغلب الطاقة الإيجابية بالبيت. رائع. ممكن احيانا نضطر نحط شوية خل وملح بزوايا البيت لأنه هنا بيولدوا طاقات كهرطيسية، وهي الطاقات الكهرطيسية بتولد طاقات إيجابية. صحيح ستك يا سارة كانت تحط خل وملح بكل زاوية من زوايا البيت. صحيح. على بركة الله. لا 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 ارجع خطوة لورا ورا دور. انطلق.